وان نيسلن نتزخ زول فلوان نسوفيس وان ونبدو نيسلن نغب وساقيا عندي دي ران أسلوين تكزوزا عبد العزيز بوتفليقة كمل نغا أساقيا أسلزم ندولا وكن أتكمل ذي المعوناني في اللحن ويرني وكدد باللي اللي حالا انتظريم في سعدي الجاير ثو عرس وطاس وباللي أتسنقس القديش ندولا فوسنو كمون بوحري شاقيا أما ذي وثن تفرات نس يغراتي دا ساقيا من غلافة نتفلاح تي المندو فاسكيا ذو دوكلي ثغناو ثاني جزائريين نت في اللحظة هي جيم المندي وسمكتي بويس 44 تمليليتيس ذي الولايان المثيلة. إن الدولة، يقول فخامة رئيس الجمهورية، إن الدولة ستظل دوما إلى جنب الفلاح، وقد وجهت بهذا الخصوص الحكومة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للفلاح في أبريل 2018 إلى الاستمرار في تنفيذ آليات دعم ومرافقة الفلاحين رغم الصعوبات المالية التي تعرفها البلاد. وأحرص دوماً، يقول السيد رئيس الجمهورية، على أن تجعل الحكومة من العقار الفلاحي إحدى أولوياتها، تفعيلاً للمادة 19 من الدستور، واعتباراً لكونه خط أحمر لا يجوز تخطيه. نقيم كان ذي السرثي تندي جوغال ونغلاف تذريم في عبد الرحمن راوية وكان أدي وكذا في ثمران وسقذ ذي المعونة ذي لوان مزين راوية ذي السرثي سأفون كشومي عقال نوس قامون لما ذو قين حضر الناس نفار تذريم ثاني وسقواس نزوج على 19 بلي الحكومة فكسا في المعونة ماشي تنميث. إن مخطط عمل الحكومة تضمن سلسلة من الإجراءات المطمئنة، منها ما تعلق بالميزانية، سيما من خلال التحكم في النفقات العمومية مع إبقاء نفس المستوى التحويلات الاجتماعية الذي من شأنه الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر. فيما يخص الجانب الجبائي فقد تم الحفاظ على نفس التدابير التحفيزية لفائدة الاستثمار والتشغيل مع عدم إدراج ضرائب جديدة بإطار تولن تولنا سجين لحبس للشياخ نغر حبوسات ذي الزيرة سجين للشياخ الجماعة أكن ذر النزال نغير جزن الدين إوستو الله يوك إم حباس إوكن سنوك من نغ أظهر أنك ذا إم حباس سجين إوكن أتوغانا راذ قوين إخد من ذي ثذيانين إوكن أطفن أبريد يلهان اسمار أدفن التعليم الديني وتحفيظ القرآن الكريم والوعظ والإرشاد يؤثر يعني في سلوكهم، ولاحظنا هذا من يعني خلال التدريس في المؤسسة العقابية أن الكثير من الأفراد يعني تابوا ورجعوا إلى الجادة وهم يعني نماذج يعني صالحة في المجتمع. أما ذي تمثالت يعنان للشياخ الجماعي الراد فلسنا سجين ونغلاف الأمور ندين بلي غسوثر نسني لاد قدم القانون لمعنا تنقضي نجين وكتع قلنت القوانين القديشيس ذي ثمان نظن يغالد انغلاف نتمثال ذي ثقين كن أذخشمنت ذي ثمليليين ننسى دعوت النقابات إلى الحوار بناء على رسالة أبرق بها سيد الأمين العام للتنسيقية، وأنا رحبت بالمبادرة، ولا يمكن أبدا لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تغلق أبوابها. قلت للسادة الأئمة بأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف لا يستطيع أن يفتح النقاش حول القانون الأساسي للمستخدمين ولا أن يرفع الأجور. احنا أولا على كل حال نثمنوا الموقف الأخير تاع الوزير، مادام فتح الباب تاع الحوار فهذه أولا بادرة تاع خير، وهذه هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، بهذا الأمر راح الوزارة تقطع الطريق أمام كل الأطراف اللي حابة تركب الموجة وتدخل في تتحمل يعني ربما تتكلم باسم الأئمة وهي ما عندها حتى علاقة بالأئمة. إنسان ناقك فانا ودنيا غاثا ميرثن ونقمتي ناوزا لسان نبودال وكتب دا كلتي وأميرة.